الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى، اللهم لا سهلا إلا ما شعلت سهلا، فاجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم لا علم لما علمتنا إياه سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. برحب بحبايبي دفعة ثانوية عامة 2020، وإن شاء الله هنبدأ نلم فرع فرع بسرعة وإن شاء الله بتمكن، وهننزل بعد كده إن شاء الله في الشهر اللي جاي أو اللي بعده بمعظم فيديوهات المراجعة النهائية 2020. اي فيديو هكتب لكم عليه 2020 تعرف ان هو فيديو جديد، سواء شرح او سواء مراجعه نهائيه. النهارده هنبدا باول فرع عشان طلب الناس، فرع البلاغه. فرع البلاغه اللي هو بيمثل 6 درجات في امتحان الثانويه العامه. انا بحب اطمن كل الناس، فرع البلاغه ده فرع بسيط جدا وسهل جدا، واسئلته مضمونه ان شاء الله في الامتحان. وأظن كنا يعني في البرنامج على قناة الصحة والكمال لسه شرحينه قريب جدا، من خلال أسبوع أو في خلال أسبوعين تقريبا، وسمعنا التليفونات وسمعنا كل الأسئلة، ولقينا اللي احنا لمينا كل الأسئلة للطلبة حبايبنا. هنبدأ فرع البلاغة السنة دي. فرع البلاغة، بلاغة الثانوية العامة، بتتكلم على حاجة اسمها التجربة الشعرية. ايه موضوع التجربة الشعرية؟ التجربة الشعرية دي تجربة عاشها الشاعر نتيجة لمؤثر خارجي. المؤثر ده حالة عاطفية، حالة سياسية، ببساطة شديدة عشان ما اطولش على حضراتكم في التعريفات اللي هي انت مش مطالب بيها اصلا في الامتحانات. التجربة الشعرية ان ما فيش قطعة بلاغة بتتكتب او قطعة نصوص او شعر عموما غير لما الشاعر بيتأثر بمؤثر خارجي. يعني قطعة البلاغة اللي بتيجي لحضرتك في ورقة الاسئلة اللي كاتبها الشاعر، ما تفتكرش ان الشاعر جاب ورقة وقلم وبدأ يكتب البلاغة. لابد ان يكون قد مر بمؤثر خارجي. المؤثر ده مؤثر عاطفي، سياسي، ديني، اجتماعي، خلى فكره يتفاعل مع وجدانه. الفكر ان هو الوجدان، العاطفه، وبدا يمسك الورقه والقلم عشان يطلع الالفاظ والموسيقى والخيال او الصور البيانيه اللي بتشوفها حضرتك في القطعه. ده ببساطه معنى كلمه تجربه شعريه. طيب نبدا في عناصر التجربه الشعريه اللي هي منهج حضرتك السنه دي. اول حاجه عنصر الفكر، تاني حاجة عنصر الوجدان، تالت حاجة الصور التعبيرية. البلاغة عندكم بتتكون من 3 عناصر، يعني 3 أسئلة أساسية. العنصر الأول عنصر الفكر، العنصر الثاني اسمه الوجدان، العنصر الثالث اسمه الصور التعبيرية. الصور التعبيرية ده هو في 3 نقط: ألفاظ، موسيقى، خيال. الصور التعبيرية دي فيها 3 أسئلة: ألفاظ وموسيقى وخيال. كل بلاغة الثانوية العامة بتكمن في 3 كلمات: فكر، وجدان، صور تعبيرية. تعال نبدأ بكلمة الفكرة. خد بالك ان معظم حاجات انت درستها وانت صغير في سنة اولى ثانوي وثانية ثانوي، بس انت بتاخدها بألفاظ ثانوية عامة. كلمة الفكر اللي هي شرح الأبيات في سنة اولى وسنة ثانية، اجي اقول لك اشرح الأبيات شرحا أدبيا بأسلوبك. انظر هذه الأبيات الى ما يدعو الشاعر في الأبيات. في الثانوية العامة مفيش الكلام ده. وقع الشعر تحت تأثير فكر عميق، كان لفكر الشعر أثر بالغ في الأبيات. أول ما تشوف كلمة فكر في السؤال يبقى أنت عايز تشرح الأبيات. إزاي تشرح الأبيات كطالب في ثانوية عامة وتاخد الدرجة النهائية فيها؟ هنحفظ إجابة نموذجية كمفتاح للإجابة. تدور الأبيات حول واكتب الفكرة الرئيسية بتاعت الأبيات. لازم أبدأ شرح الفكر بكلمة تدور الأبيات حول نقط، واكتب أنا بقى الفكرة الرئيسية. معظم الفكرة أو معظم الأفكار الرئيسية بتكون موجودة فوق قطعة البلاغة اللي هي عنوانا رئيسيا، وحضرتك ما بتاخدش بالك منها. يقول الشاعر في حب مصر، يقول الشاعر مخاطبا الشباب، يقول الشاعر في وصف الطبيعة، وصف الطبيعة ومخاطبته للشباب وحب مصر أو متحدثا إلى مصر، دي الفكرة الرئيسية. يبقى تدور الأبيات حول، وعينك فوق قطعة البلاغة اللي مكتوب فوق قطعة البلاغة أنت بتنقله. يبقى أنت كتبت الفكرة الرئيسية أو العنوان اللي بتدور حوله الأبيات. طب افرض مش موجود فوق قطعة البلاغة، من خلال قراءتك للـ3 أبيات لازم تستخلص عنوانا فكرة تكتبها تدور الأبيات حول كذا. كلام محترم. حيث دارت أفكار الشاعر حول، وتمسك كل بيت تشرحه في سطر. عايزين شرح مبسط ومقرب إلى الحقيقة وإلى الواقع. واحد يقول لي طب انا ممكن اقابل كلمات صعبه وانا بقول تدور افكار الشاعر حول كذا؟ اه ممكن تقابل كلمات صعبه. الكلمه السهله اشرحها بطريقه او طريقتين، الكلمه الصعبه حاول اللي انت تتلاشاها عشان ما تكشفش نفسك في التصحيح. يبقى سؤال الفكر بيتجاوب من كلمتين اتنين:
تدور الابيات حوله وعاوز عنوان، العنوان عينك فوق قطعه البلاغه لقيته نزل العنوان. طب العنوان مش موجود فوق قطعه البلاغه، قراءتك لهذه الابيات تجعلك تستخرج وتستخلص عنوانا الرئيسي. كلام محترم. طيب تدور الافكار حوله بعد كده وتمسك كل بيت تشرح على قد ما تقدر وبسرعه شديده وباختصار، وما تقولش يقول في البيت الاول كذا ويقول في الثاني كذا ويقول في الثالث كذا، عشان كده انت بتخلي المقدر اللي هو المصحح بيركز معاك في كل بيت. تقول لي يقول الشاعر او تدور افكاره حوله وتشرح شرح تفصيل. ادي سؤال الفكر. سؤال الوجدان العنصر الثاني في التجربه الشعريه. سؤال الوجدان خدته قبل كده في سنه اولى وثانيه. لا ما سمعناش عنه، ما انت خدته باسامي سنه اولى وثانيه. العاطفه، الوجدان العاطفه اللي بتدور حولها الابيات هي دي الوجدان، هو ده الوجدان. الوجدان العاطفه، الشعور، الاحساس، الانفعال. احفظ الكلمات. الوجدان، الشعور، الاحساس، العاطفه، الانفعال، التاثير النفسي، ده كل ده هو كلمه الوجدان. وقع الشعر تحت تأثير وجدان في هذه الأبيات. كان لوجدان الشعر أثر بالغ في الأبيات. كان لانفعال الشعر أثر. ما التأثير النفسي الذي وقع تحته الشعر؟ وجدان، عاطفة، تأثير نفسي، كل ده عاطفة. هتقولي تدور الأبيات حول عاطفة جياشة وصادقة. لقد اختار الشاعر عاطفة قوية وصادقة ومؤثرة. أنا بجاوب دلوقتي. لقد اختار الشاعر عاطفة قوية وصادقة ومؤثرة، ألا وهي، وتكتب العاطفة اللي هي إحساس الشاعر في الأبيات. طب أنا بجيب العاطفة منين؟ من الفكرة اللي حضرتك بتهملها فوق وما بتقراهاش. شوف قراءتك الجملة اللي فوق قطعة البلاغة عملت لك إيه؟ طلعت لك الفكرة الرئيسية في كلمة تدور الأفكار حوله أو تدور الأبيات حوله وأنت بتشرح، وطلعت لك الإحساس. هو الشاعر لما يخاطب الشباب يبقى العاطفة المسيطرة عليه إيه؟ النصح. الشاعر لما يتكلم على العرب يبقى العاطفة المسيطرة عليه إيه؟ الفخر. الشاعر لما يتكلم على مصر يبقى العاطفة هي حب الوطن، صح؟ يبقى أنت حضرتك مجرد اللي أنت تقرأ الجملة اللي فوق قطعة البلاغة اللي أنت كل الناس بتهملها وما بتقراهاش، انت بتجيب الفكره الرئيسيه وبتعرف كمان تجيب العاطفه. العاطفه هي الاحساس المسيطر على الشاعر. هقول مفتاح الاجابه ثاني بتاع الوجدان. لقد اختار الشاعر عاطفه قويه وصادقه ومؤثره، الا وهي، وقوم كاتب العاطفه. اوعى تقف عند كده في الاجابه، لازم الفاظ اللي هو العنصر الاول في الصور التعبيريه اللي هو العنصر الصور التعبيريه الثالث. لازم اطلع الفاظ. وكان لوجدان الشاعر أثر كبير في اختيار ألفاظه، مثل، وأم طلع كلمة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة الكلمات تكون من داخل الأبيات. لازم سؤال الوجدان أطلع عليه ألفاظ، والألفاظ مش من دماغ حضرتك، الألفاظ من داخل الأبيات. تخيل إن هو في سؤال الوجدان ساعات بيطلب منك الألفاظ، سواء وضح لك في السؤال كلمة الألفاظ أو ما وضحهاش، لازم تطلع الألفاظ. ساعات في السؤال بيقول كان لوجدان الشاعر اثر كبير في اختيار الفاظه، يبقى كده بيفكر الطالب ان العاطفه لازم تطلع معها الفاظ. يجي يقول لحضرتك كان لوجدان الشاعر اثر كبير في معجمه الشعري. المعجم الشعري هو الالفاظ. يبقى اما اقول الفاظه او معجمه الشعري يبقى بقول لك طلع الفاظ. طب لو جبت لك السؤال كلمه وجدان من غير ما اقول كلمه الفاظه او معجمه الشعري، برضه طلع الفاظ. لان العاطفه اللي هي الوجدان والاحساس لازم الفاظ موحيه وصادقه تعبر عن هذه العاطفه، والالفاظ دي مش من دماغ حضرتك، انت بتختارها من الابيات. يبقى للمره الثالثه سؤال الوجدان يجي يقول لك كلمه الوجدان، الانفعال، الشعور، الاحساس، التاثير النفسي، يبقى انت عارف ان كل ده بيدور حول العاطفه. هما كلمتين في الاجابه. لقد اختار الشاعر عاطفه قويه وصادقه ومؤثره، الا وهي، وتقوم كاتب العاطفه اللي انت هتستخرجها وهتستنبطها منين؟ هتستنتجها منين؟ من الفكره بتاعت الابيات. الاحساس بتاع الشاعر بيتكلم على مصر، حب الوطن، بيتكلم عن النيل، ده فيه اعتزاز بنهر النيل، يشعر بالعظمه تجاه نهر النيل، بيتكلم على العرب، فيه فخر، بيتكلم على الاستعمار، فيه غضب، وفيه حزن، وفيه ثوره على الاستعمار. هو ده الاحساس المسيطر على الشاعر. لسه ما خلصتش الاجابه. وكان لعاطفه الشاعر او وجدان الشاعر أو انفعال الشاعر أثر كبير في اختيار ألفاظه، مثل، وهو مطلع كلمة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، والكلمات مش من دماغ حضرتك، أي كلمات أنت هتختارها لي من الأبيات تدل على العاطفة فهي إجابة صحيحة.
السؤال الثالث، انا كده علمتك ازاي تجيب الفكر اللي هو الشرح، وعلمتك تجيب الوجدان اللي هو العاطفه. السؤال الثالث هندخل بقى على الصور التعبيريه اللي هو الفاظ وموسيقى وخيال. لا، السؤال الثالث ده اهم سؤال عندكم في الثانويه العامه، ان يجمع بين الفكر والوجدان. الناس بدات تفكر، يقول لك بدل ما اسال الطالب في كلمه الفكر لوحده واخليه يشرح الابيات، واساله في كلمه الوجدان لوحده واخليه يجيب العاطفه، طب ليه ما نجمعش بين السؤالين؟ السؤال ده تقريبا بقاله 5 سنوات متتاليه في امتحان ثانويه عامه دور اول ودور ثاني. شوف بقى انت اهميه السؤال. راجعوا امتحانات 19 و18 و17 و16 و15، هتلاقوا السؤال تقريبا ما بيخرجش اول سؤال في البلاغه. لقد مزج الشاعر بين فكره ووجدانه، لقد مزج الشاعر بين فكره ووجدانه، الشعر الجيد ما امتزج فيه الفكر بالوجدان. كلام جميل. كلما صدق الاحساس قوية الفكره. لما اقول كلمه فكر ووجدان او صدق الاحساس وقوية الفكره، يبقى انا بجمع بين الفكر والوجدان. يبقى الباشا عايز شرح ولا عاطفه؟ عايز الاثنين. يبقى من الاخر كده هو جمع سؤالين ها في سؤال واحد. كلام جميل وكلام محترم. اجاوب على السؤال ده ازاي؟ كل الناس بتشرح وتجيب العاطفه، مش عايزكم تعملوا كده، اسمعوا كلامي، عايزكم تجيبوا العاطفه وبعد كده تشرحوا. تدور الابيات حول عاطفه قويه وصادقه ومؤثره، الا وهي كذا، وهم كاتب العاطفه. يبقى دخلت ايه سؤال الامتزاج؟ تدور الابيات حول عاطفه قويه وصادقه ومؤثره، الا وهي كذا، حيث دارت افكار الشاعر حول، واشرح شرح متصل. لا، كلام جميل، مش هقول بقى تدور الابيات حول، لا، تدور افكار الشعر حول، واشرح شرح متصل. يبقى انا بدات بالعاطفه وبعد كده شرحت، وبعد كده وقد اثرت عليه الفاظه وتاثر الشعر بالالفاظ مثل، وام طلع 3 4 كلمات كدليل على امتزاج الفكر بالوجدان، الكلمات تكون من داخل الابيات. انت شوف انت عملت ايه في السؤال ده؟ انت جمعت الاجابتين اللي احنا قلناهم. هتبدا بالعاطفه، تدور الابيات حول عاطفه، احنا دلوقتي بنجاوب. طب ما نقول السؤال الاول، فكرنا بالسؤال. حاضر. لقد مزج الشعر بين فكره ووجدانه، الشعر الجيد ما امتزج فيه الفكر والوجدان، حدث ترابط فكري وشعوري في الابيات. وضح. حدث ترابط فكري وشعوري في الابيات. كلما صدق الاحساس قويه الفكره، اول ما تيجي تقرا وتقول لي كلما صدق الاحساس قويه الفكره، احساس وفكره، الباشا عايز امتزاج، يقوم على طول داخل في الإجابة اللي بنقولها. لقد تدور الأبيات، أو أقول لقد اختار الشاعر عاطفة قوية وصادقة، تدور الأبيات حول عاطفة قوية وصادقة ومؤثرة، ألا وهي، وتقوم كاتب العاطفة، حيث دارت أفكاره حول، وقوم شرح شرح متصل في ال3 أبيات، وقد أثرت عليه ألفاظه مثل، وقوم مطلع 4 5 كلمات من داخل الأبيات. سؤال الامتزاج، عايزك اول ما تقول لي لقد دارت الابيات حول عاطفه صادقه وقويه ومؤثره، تحط له خط على كلمه لقد دارت الابيات حول عاطفه. وقد دارت افكار الشعر حول، وتشرح 3 سطور، تحط له خط على كلمه ودارت افكار. وقد اختار الفاظ موحيه، تحط له خط على كلمه اختار الفاظ او اثرت عليه الفاظ، عشان تعرف المقدر او المصحح ان انت مجاوب الامتزاج ب3 حاجات، بالفكر او بالعاطفه، وبعد كده الفكر اللي هو الشرح، وبعد كده الالفاظ. سؤال سهل وسؤال جميل جدا، تقريبا ده اخطر سؤال عندكم في بلاغه الثانويه العامه. كلام جميل وكلام زي الفل. طيب ندخل بعد كده في العنصر الثالث، اتكلمنا على الفكر، علمتك الفكر وعلمتك الوجدان، وبعد كده علمتك تمزج بين الفكر والوجدان. ندخل على العنصر الثالث، الصور التعبيريه. الصور التعبيريه افكركم قلت فيه الفاظ وموسيقى وخيال. الالفاظ مفاجاه للناس، الألفاظ خلصت، لأن الألفاظ أنت بتستخدمها في حالتين، يا إما بتستشهد بيها في العاطفة اللي أنا قلت لك ما تطلعش قدام من غير ألفاظ، أو بتستخدمها في سؤال الامتزاج، أدي الألفاظ. طب ندخل في العنصر اللي بعد كده، الصور التعبيرية، هو العنصر الثالث. الصور التعبيرية ده بيضم إيه؟ بيضم ألفاظ وموسيقى وخيال. الألفاظ شغلناها مع الوجدان وشغلناها في الامتزاج. ندخل بعد كده في الموسيقى، مهمة جدا طبعًا، الموسيقى نوعين، خفية وظاهرية. الخفية بيقولوا عليها داخلية، والظاهرية بيقولوا عليها خارجية. يجي في الأبيات، لقد اعتمد الشاعر على الموسيقى الخفية، لقد اعتمد الشاعر على الموسيقى الظاهرية. نبدأ بالموسيقى الخفية. الموسيقى الخفية المفاجأة، إن لما بيجيبها الشاعر أو بيجيبها وضع الأسئلة في الامتحان،
ده بيدي هدية لجميع الطلبة. الموسيقى الخفية إجابتها جملة واحدة، لقد وضحت الموسيقى الخفية في الأبيات من خلال الصدق الشعوري. احفظ الإجابة، من خلال الصدق الشعوري والكلمات الموحية المعبرة، مثل، وتقوم مطلع 4-5 كلمات وتناغم الحروف في الكلمات أو في الألفاظ والعبارات. شفت الموسيقى الخفية؟ الموسيقى الخفية ده نغم صادر، نغم خفي في الأبيات ما حدش ياخد باله بيه غير الشاعر. عشان كده دايما بقول للطلبة مفيش حاجة اسمها موسيقى خفية في الأبيات. أنت بتكتب له إجابة وكأنك أنت عشت التجربة مع الشاعر، وكأنك أنت شاركته إحساسه في النص، أنت شاركته إحساسه في قطعة البلاغة. بس طبعا الكلام ده غير واقعي، أنت ما عملتش كده، أنت حفظت الإجابة. أنا عايزك تحفظ الإجابة، مش عايز حاجة أكتر من كده. لقد وضحت الموسيقى الخفية من خلال، احفظ، من خلال الصدق الشعوري والكلمات الموحية المعبرة، مثل، وهم طلعوا له 4 كلمات، وتناغم الحروف، احفظ، وتناغم الحروف في الألفاظ والعبارات. أنت كده جبت موسيقى خفية. عارف الموسيقى الخفية دي؟ لما تيجي تسأل واحد أنت اسمك إيه؟ يقول لك اسم أحمد، تقول له الله، اسمك تحس كده إن هو فيه أحمد كده، مفيش الكلام ده، أنت بتضحك عليه، أنت بتجامله، دي الموسيقى الخفية. لا يستطيع أن يشعر بها القارئ، ولكن الموسيقى الخفية يشعر بها الشاعر، الكاتب. النغم الخفي الصادر في الأبيات. يبقى الموسيقى الخفية مسألة فيها في الأبيات، هتقول لي جملة واحدة أقولها المرة الثالثة؟ حاضر. لقد وضحت الموسيقى الخفية من خلال الصدق الشعوري ومن خلال الكلمات الموحية المعبرة، ألفاظ تانية أهي، وطلعت له 4 كلمات، وتناغم الحروف في الألفاظ والعبارات، دي الإجابة. ندخل في النوع الثاني في الموسيقى، الموسيقى الظاهرية أو بيسموها الخارجية. لا، دي بقى لازم تحفظ إجابتها وتفهمها قبل ما تحفظها. في موسيقى ظاهرة في الأبيات؟ طبعا في موسيقى ظاهرية في الأبيات. الموسيقى الظاهرية في الأبيات بتكمن في حاجتين. الحاجة الأولانية إنك تتكلم على الوزن والقافية، ودي جملتين تاخد بالك منهم. والحاجة الثانية إنك تطلع محسن بديعي من اللي درسته في سنة ثانية من اللي جرس موسيقى رناه. يبقى الموسيقى الظاهرية من الآخر هتجاوبوها بكلمة أولا وثانيا. الموسيقى الظاهرية هنجاوبها بكلمة أولا وثانيا. أولا من خلال الوزن والقافية، ثانيا من خلال المحسنات البديعية. في بعض الناس بتكتفي بحاجة واحدة، غلط، هتنقص، لأنها بتتوزع بدرجة ونص، نص درجة مثلا على الوزن والقافية ودرجة على المحسن، أو نص درجة على المحسن ودرجة على الوزن والقافية. طب ما تيجي نشوف الدرجة ونص سهلين ممكن ناخدهم يا مستر؟ هتاخدهم، تعالى كده نشوف بسرعة بسرعة. الوزن والقافية، لقد اختار الشاعر، أنا بجاوب الوزن والقافية أو بجاوب سؤال الموسيقى الظاهرية عشان لسه جاي لنا لسه داخل حالا على الفيديو. الموسيقى الظاهرية أولا من خلال الوزن والقافية، لقد اختار الشاعر وزنا نظم عليه قصيدته، حصل، وقافية وهي حرف نقط، القافية لازم تتكتب، إنما الوزن أنت بتقول اختار وزن نظم عليه قصيدة. إيه هي القافية؟ آخر حرف في الأبيات، آخر حرف في كل بيت هي دي القافية، الراء، القاف، السين، زي نفس غربة وحنين، أيوه، القافية السينية، يبقى السين، لقد اختار الشاعر وزنا نظم عليه قصيدته، وقافية وهي حرف نقط، واكتب الحرف الأخير في كل بيت، وكان لهذا الوزن وهذه القافية زبزبة موسيقية تؤثر على أذن المستمع. أسمع الجملة دي تاني، وكان لهذا الوزن وهذه القافية ذبذبة موسيقية تؤثر على أذن المستمع. أنا اتكلمت كده على الوزن والقافية. ثانيا، أنا لسه بجاوب الموسيقى الظاهرية، أنا قلت هنجاوبها أولا وثانيا. ثانيا من خلال، أيوة، المحسنات البديعية. بص لي في البيت الأولاني، لو الحرف الأخير هنا زي الحرف الأخير هنا تصريع ليه جرس موسيقى رناه. اختلاف النهار والليل ينسي، اذكر للصبا وأيام أنسي، ينسي وأنسي، ده اسمه تصريع. الحرف الأخير متشابه مع الحرف الأخير في الشطر الثاني، بس لازم ده يحصل في البيت الأول في قطعة البلاغة. لو لقيت الحرف الأخير هنا شبه الحرف الأخير هنا يبقى أنت معاك تصريع، والتصريع ده سر جماله ليه جرس موسيقى رناه. وبما إن سر جماله ليه جرس موسيقى رناه، إذن هو من الموسيقى الظاهرية. يبقى طلعه. أشوف كلمتين متشابهتين إلى حد ما، أشوف كلمتين متشابهتين إلى حد ما، فيهم حروف متشابهة، الخير والليل، أمل وأجل، تقهر وتنهر، جناس ناقص، والجناس الناقص دي جرس موسيقى رناه. وطبعا لو كلمتان متشابهتان تشابها تاما يبقى جناس تام، زي سلا وسلف، نص غربة وحنين.
بس بيكونوا متشابهين في الشكل ومختلفين في المعنى. سلا اسألة، انما سلا الثانية بمعنى ها نسى. ايوة، يبقى الجناس الناقص والجناس التام، وغالبا الجناس الناقص. وقبل ما تدور على الجناس الناقص عشان ما تتعبش قلبك وتتعبني معاه، دور في البيت الاولان، الحرف الاخير هنا شبه الحرف الاخير هنا، اتفاق اخر حرف في الشطر الاول مع اخر حرف في الشطر الثاني، كل هذا في البيت الاول. كلمتين متشابهتين جناس ناقص، كلمتين شبه بعض بالتبكه ده جناس تام. طب مش لاقي الاثنين او لاقي الثلاثه، شوف لحسن التقسيم، متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي، ده اسمه حسن تقسيم. والخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، حسن تقسيم. ان البيت يقسم الى عده فقرات متساويه، لو اتقسم لعده فقرات متساويه ده اسمه حسن تقسيم، جمل متساويه. ويبقى حظك حلو، بيبقى ربنا راضي عنك لما تلاقي بيت متقطع حتت كده، تقول حسن تقسيم ده محسن بديعي وليه جرس موسيقى رنان. وبما ان هو ليه جرس موسيقى رنان انا بقول لك انت، يبقى ده ضمن الموسيقى الظاهريه. صعبه؟ لا سهله جدا. يبقى الموسيقى نوعين، يلا تاني، خفيه ها وظاهريه. لا تاني مع بعض، خفيه ها وظاهريه. الخفيه هي جمله واحده بتتكتب وريحني وريح قلبك، لقد اتضحت الموسيقى الخفيه من خلال الصدق الشعوري والكلمات الموحيه المعبره مثل، وطلعنا اربع كلمات، وتناغم الحروف في الالفاظ والعبارات، كله تمام. خش على الموسيقى الظاهريه، لازم تجاوبها لي اولا وثانيا، مفيش حاجه اسمها موسيقى ظاهريه وخلاص، اولا وثانيا. اولا من خلال الوزن والقافيه، واكتب الجملتين اللي قلتهم، فكرني بيهم، لسه قايلهم. طب تاني، حاضر. لقد اختار الشاعر وزنا نظم عليه قصيدته، وقافية وهي حرف نقط آخر حرف في الأبيات، وكان لهذا الوزن وهذه القافية زبزبة موسيقية تؤثر على أذن المستمع. أول ما تقول زبزبة أنت خلصت الوزن والقافية. ثانية، من خلال المحسنات البديعية، الحرف الأخير في الشطر الأول زي الحرف الأخير في الشطر الثاني، وكل هذا حدث في البيت الأول في قطعة البلاغة، تصريح ليه جرس موسيقى رناء. لقيت كلمتان متشابهتان جناس ناقص، ليه جرس موسيقى رناء. لقيت بيت متقطع، يبقى على طول على طول على طول حسن تقسيم لجرس موسيقى رنان. انا دخلت في الصور التعبيريه اللي هو العنصر الثالث في البلاغه، قلت الالفاظ اشتغلناها مع الوجدان واشتغلناها مع الامتزاج، وقلت دلوقتي الموسيقى بنوعيها، ان دلوقتي فاضل للعنصر الاخير الخيال. هي البلاغه كده بس، تخيل البلاغه كده بس مع نقطتين هقولهم حالا. الخيال، لا لا ركز بقى معايا في الخيال، عشان الخيال ده قصه مهمه جدا جدا جدا. الخيال كل الناس عارفه ان هو تشبيه واستعاره وكنايه ومجاز. السؤال القديم استخرج لون خيالي وصوره خياليه والكلام ده، ما عادش فيه الكلام ده خلاص. الناس دلوقتي بقت بتجيب ايه؟ تجيب الجمله وتقول لك ما نوع الصوره الخياليه، او ما نوع الصوره، او ما نوع البيان. ما هو البيان هو الخيال. انا هعلمك طريقه سريه ليكم انتم تعتمدوا عليها اعتماد كلي في الاجابات. انا عايز اعرف الجمله اللي هو حاططها لي بين قوسين ده تشبيه ولا استعاره ولا كنايه ولا مجاز مرسل. هتعمل كالاتي، تقوم حطني مثل في نص الجمله. الكلام ده احنا بنحضر بيه حتى لما بنروح في القوافل او بنروح في اي محاضرات خارجيه للمعلمين نفسهم، بنقول لهم كده وبنعلمهم كده، حطني مثل في نص الجمله. لو الجمله قبلت مثل تشبيه يوضح المعنى ويبرزه. انت هوايا، لما جت في ثانويه عامه، انت هوايا، انت فؤادي، امتحانات بلاغه راجعوا 14 و15 وشوفوها. انت هوايه، حط مثل، انت مثل هوايه، ده قبلت مثل تشبيه يوضح المعنى ويبرزه. شوف الكلام، يبقى الجمله لو قبلت مثل يبقى على طول على طول على طول تشبيه. طب افرض الجمله ما قبلتش مثل، يبني المجد، يبني المجد، يبني مثل المجد، ما تنفعش. طبعا ما تنفعش، في حاجه اسمها يبني مثل المجد؟ لا، يبقى استعاره مكنيه. الاستعارة المبنية سيدة جمالها حاجتين، لو بتشبه معنوي بحاجة مادية يبقى تكسيب، ما طب لو بتشبه حاجة بإنسان تشخيص على طول. لا، هو المادي بيبني؟ لا، استعارة مكنية، شبه المادي كأنه شيء مادي يبنى، قلت شيء مادي يبقى تكسيم على طول. طب لو حاجة بشبهها بإنسان نطق الزمان، هو الزمان بينطق؟ شبه الزمان كأنه إنسان ينطق، يبقى استعارة مكنية سيدة جمالها التشخيص. شوف الكلام؟ أيوه. 2018 اوعى تكون في ثانويه عامه، امال ايه؟ هنجيب الجمله وانتوا حلوها. فاقيموا نهضه، امتحان 2018، دور اول 2018، واحفظهم احفظهم احفظهم التاريخ. حطوا لي كده مثل، فاقيموا مثل نهضه، ما تنفعش.
يبقى استعارة مكنية. طب هي النهضة دي مبنى بيقام؟ لا، يبقى استعارة مكنية شبهها النهضة كأنها مبنى أو شيء مادي يقام. قلت شيء مادي على طول يبقى تجسيم. طب لو قلت بقى حاجة شبهها بإنسان، ها، يبقى تشخيص. يبقى الجملة لو قابلت مثلة تشبيه. طب لو ما قابلتش مثلة إيه اللي يحصل؟ استعارة مكنية. طب افرض مديني كلمة واحدة بين قوسين بس بشرط، لازم الكلمة دي تبقى اسم. لو مديني كلمة واحدة معنى كده ان الكلمة دي مشبه بيه بس، عشان ما توجعش قلبك استعارة تصريحية توضح المعنى وتبرزه مع الإجهاز. ما جاتش في ثانوية عامة 2017 النار، حط النار بين قوسين وقال ما نوع الصورة في كلمة النار. حد يقول لي النار استعارة تصريحية، الراجل بيشبه أحزانه وأشواقه ومشاعره بالنار وحذف المشبه وترك المشبه، بيستعرض تصريحي. وفي نفس الامتحان خلي بالكم عشان سؤال الصورة الخيالية ده هيفرق معاك 6-7 درجات. ازاي ده البلاغة ب6 درجات؟ ما انا نسيت اقول لكم ان النصوص كمان بقوا بيسألوا فيها كده، يجيب الجملة ويقول ما نوع الصورة، يجيب الكلمة ويقول ما نوع الصورة. في امتحان 2017 في نص أهواك يا وطني قال للطلبة ما نوع الصورة في كلمة الليل؟ الليل استعارة تصريحية، كلمة واحدة، شبه الاستعمار بالليل وحذف المشبه وترك المشبه به. وفي نفس الامتحان جاب في البلاغة كلمة النار. يبقى لو كلمة واحدة بس بشرط 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 تكون اسم، يبقى استعارة تصريحية. طب انت عمال تركز معايا وتقول اسم اسم اسم. امتحان 2015 ضحك على طلبة الثانوية العامة كلها لما جاب في الامتحان سيري. الشاعر بيخاطب، ده بقى يبين لك الطالب اللي فاهم والطالب اللي حافظ. الشاعر طبعا بيخاطب مصر وبيقول لها سيري، ده فعل امر غرضه الالتماس، فعل امر غرضه التمني. ايه يا جماعه؟ حط سيري بين قوسين تحت سؤال اكثر من رائع، عالمي اللي حط السؤال ده. وبيقول ما نوع الصوره في كلمه سيري؟ طبعا الطالب اللي حافظ مش فاهم، لا كلمه سيري كلمه واحده، كل الناس قامت عامله استعاره تصريحيه. طبعا سيري فعل. الشاعر بيخاطب مصر وبيأمرها بالسير وكأنها إنسان. لما يبقى فعل أمر ده بيأمرها، استعارة مكنية شبه مصر كأنها إنسان يخاطبه ويأمره بالسير تشخيص. ما تنفعش استعارة تصريحية لأنها فعل يا جماعة. الاستعارة التصريحية دي اسم الذات، الليل، النار، النور، السراج، العلم، العمى، كل دي استعارات. النيران دي استعارات تصريحية. الاستعارات الليل، النور، النار، السراج، العمى، دي النيران استعارات تصريحية. الاستعارات التصريحية لازم تكون اسم. انما لما قال سيري وراح حاططها بين قوسين كل العيال اتسرعت في ثانوية عامة، ده يبين لك الطالب اللي حافظ والطالب اللي فاهم، وراح كله كاتبها لك استعارة تصريحية. يا جماعة ازاي؟ يا جماعة عيب. ده انت لو بصيت فوق قطعة البلاغة الشعر بيخاطب مصر، بلاش، ده انتوا عندكم واحدة أختها في نص غربة وحنين، سيري وأرسي. الشعر بيخاطب السفينة وبيأمرها إن هي تسير وتتحرك من الأندلس وتذهب إلى الإسكندرية عند المكس وعند الرمل. أيوه، محطة الرمل والمكس. أنتوا إزاي ما خدتوش بالكم منها؟ كتير جدا وقع فيها في الثانوية العامة. يبقى كمان مرة تاني، لما يجيب فعل بين قوسين يبقى كده بيعمل الغلط معاك، يبقى أنت عارف دي استعارة مكنية. انما التصريحيه هي كلمه واحده ولا بد ان تكون اسم. كلام جميل. لا، طب المجاز المرسل، انت عارف ان المجاز المرسل ده ليه الفاظ والفاظ معينه زي كلمه جفن وجفون واكفان. مجاز مرسل علاقته الجزئيه. ما الفاظ المجاز مشهوره جدا، كلمه يد علاقه سببيه، كلام محترم. كلمه الاصابع علاقه كليه. تاني، المجاز المرسل ليه الفاظ يا جماعه علاقات ثابته. كلمة جفن وجفون وأكفان علاقة جزئية، مجاز مرسل علاقته جزئية. طب كلمة يد سببية، طب أصابع كلية، طب كلمة الصدر، دايما الشعراء بيستخدموا كلمة الصدر ومش قصده الصدر، لأن الصدر عظام وضلوع وليس لك تعامل مع الضلع ومع العظام، ولكن المقصود هو القلب، والقلب محله الصدر. يبقى مجاز مرسل علاقته المحلية أو المكانية، صح. يبقى المجاز ألفاظ ثابتة، المجاز الفاظ ثابته. شوف الكلام. يبقى كمان مره نلخص بسرعه، لو الجمله قبلت مثل في النص تبقى ايه؟ تشبيه يوضح المعنى ويبرزه. طب لو الجمله ما قبلتش مثل استعاره مكنيه. طب الاستعاره المكنيه بتجسم ولا بتشخص الاثنين؟
لازم نشوف حتة مهمة جدا، القيمة الفنية. بزعل جدا لما المدرس طالب يسأل الأستاذ يقول له ايه هو القيمة الفنية. طبعا الأستاذ عارف لا شك ان كلنا ناس محترمة، ولكن عشان نريح قلبه فيقول له القيمة الفنية هي سر الجمال. غلط يا جماعة، القيمة الفنية مش سر الجمال، القيمة الفنية لها علاقة بالعاطفة. لما اقول كلمة النار استعارة تصريحية توضح المعنى وتبرزه مع الايجاز، هتنقص نص درجة عشان ما قلتش القيمة الفنية. شوف الجملة او الكلمة اللي عندك في الخيال بتوحي بايه؟ بتعبر عن ايه؟ وبدل ما تقول توحي بيه وتعبر عن، اكتب قيمته هكذا. هو الشاعر لما يقول لك ان اللي جواه نار ده توحي بايه؟ توحي بالعذاب والالام والحزن طبعا ادي القيمة الفنية. صح؟ يبقى القيمة ما بيقول لمصر انت هوايا، انت هوايا في التشبيه ده، ده في حب، في تضحية، في فداء. طبعا يبقى القيمة الفنية، شوف الجملة بتدل على ايه؟ الجملة دي تدل على ايه؟ وبدل ما تقول تدل على، قول قيمته هكذا. القيمة دايما احساس، احساس المراد من الجملة، احساس الجملة، ما تعبر عنه الجملة. اوعى 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 تكون متخيل ان القيمة الفنية هي سر الجمال. لا يا جماعة، القيمة الفنية ما هي سر الجمال. طيب شرحت لك الفكر وشرحت لك الوجدان وعلمتك تمزج بين الاثنين، لان سؤال الامتزاج ده اخطر سؤال، لا بتاع العاطفه والشرح والالفاظ والموسيقى طلعت لك خفيه وظاهريه، وعلمتك تجيب نوع الصوره ازاي، وخلي بالكوا عشان نوع الصوره دي عايز تدريب عليها قوي جدا عشان بقت في النصوص، وعلمتك ان القيمه الفنيه ما هي سر الجمال ولا حاجه، التوضيح والتجسيم والكلام ده سر الجمال، انما القيمه الفنيه ده ليه علاقة بالعاطفة، إحساس الجملة، شوف الجملة بتدل على إيه، وبدل ما تقول تدل عن أو تعبر عن، اكتب قيمته هكذا، وحط له خط بالرصاص عرفه إن أنت فاهم مش حافظ، كلام جميل وكلام زي الفل. بيقولوا إن في سؤال مهم جدا بتاع الوحدة الفنية، إيه موضوع الوحدة الفنية ده يا أستاذ؟ الوحدة الفنية باختصار، هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيات؟ السؤال اللي أنتوا عارفينه كلكم. الوحدة الفنية موضوع واحد وعاطفة واحدة. بنسبة 99% بتبقى متحققة. طب يا استاذ في 1% مش متحقق. ان يبقى الابيات فيها اكتر من فكره واكتر من عاطفه، وده نادرا. عشان انا مش هضحك عليكم، عايز اكلمكم بصراحه، واحنا متعودين على كده مع بعض، لو الوحده الفنيه مش متحققه في الابيات ما اقدرش اضيع الوحده الفنيه في 2 أو 3، لازم اجيب 5 أبيات على الاقل. فدايما بنحفظ اجابه معينه في الوحده الفنيه. هل تحققت الوحده الفنيه في الابيات؟ والنبي تحفظ الاجابه، نعم تحققت باتفاق وحدة الموضوع نقط، وقوم كاتب الفكرة مع وحدة الجو النفسي والشعوري، وقوم كاتب العاطفة، ما خلصتش. نعم تحققت الوحدة الفنية في الأبيات باتفاق وحدة الموضوع، واكتب الفكرة مع وحدة الجو النفسي والشعوري، واكتب العاطفة، فالأبيات مترابطة ومتماسكة. السطر ده بيموتوا فيه في الإجابة، فالأبيات مترابطة ومتماسكة، فلا يمكن حذف بيت أو تقديم بيت على آخر، أو تقديم بيت على آخر. أقول الإجابة تاني، أقول الإجابة تاني، حاضر. السؤال وبعد كده الإجابة، هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيات؟ كله معايا، نعم تحققت باتفاق وحدة الموضوع، وأقوم كاتب العنوان مع وحدة الجو النفسي والشعوري، فالأبيات مترابطة ومتماسكة، فلا يمكن حذف بيت أو تقديم بيت على آخر. أدي سؤال الوحدة الفنية. طب لو ما اتحققتش، هتبص تلاقي البيت الاولاني موضوع، والبيت الثاني موضوع، والبيت الثالث موضوع، وهتلاقي فيه عدم تكامل في الابيات، وهتحس ان كل كده كل بيت بيمثل فكره معينه، وده نادرا جدا 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 ما بيحصل في الامتحانات. لو الوحده الفنيه جت في الامتحان 100 مره، نقول 98 مره 99 مره تحققت الوحده الفنيه في الابيات. طب لو ما اتحققتش، هتلاحظ انت من خلال قراءتك للابيات قراءه جيده، هتلاقي كل بيت بيتكلم على حاجه مختلفه، وفي هذه اللحظه يبقى الوحده الفنيه لم تتحقق في الابيات. طيب بصراحه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ودي حاجه طبعا مزعلانا كلنا من الطلبه. بقى لهم 2 3 سنين يقول لك بيجيبوا حتت فنيات في البلاغه في السؤال الاخير، وفنيات خارج المنهج، واحنا ما بنعرفش نحلها. الكلام ده حقيقي ولا ده شائعات ولا ايه؟ الكلام ده شائعات يا جماعة، بقالهم 5 سنين بيجيبوا السؤال الأخير فكرة واحدة، ولحد دلوقتي الناس ما خدتش بالها. يجيب لك جملة فيها جر ومجرور
ونفس الجمله ما فيهاش جر ومجرور. اللي فيها الجر والمجرور قدام تكسب، عشان ده تقديم وتاخير، يعني اسلوب قصر غرضه التخصيص والتوكيد والاهتمام. اولى ثانوي يا جماعه نفس الفكره بتتكرر كل سنه ومحدش واخد باله. ايهما اجمل ولماذا؟ امتحان 16. انت لعيني فؤاد النظر ولا انت فؤاد النظر لعيني؟ ركزوا، انت لعيني ولا انت فؤاد النظر لعيني؟ لا، انت لعيني فؤاد النظر، عشان ده جر ومجرور مقدم، يبقى تقديم وتاخير، يعني اسلوب قصر غرضه التخصيص والتوكيد والاهتمام. يعني جاوبها ازاي؟ ما هي دي الاجابه. انت متخيل دي الاجابه؟ التقديم والتاخير يكسب، جر والمجرور لما يكون قدام. الراجل جايب اسلوب قصر، جمله فيها اسلوب قصر التقديم والتاخير وجمله ما فيهاش اسلوب قصر، ونفس الجملتين، نفس الجمله عملها لك في جملتين. الامتحان اللي بعده 2017 بتاع كلمه النار، استعاره تصريحيه، النار في الاعماق لاهبه ولا النار لاهبه في الاعماق؟ اختاروا انتم، النار في الاعماق لاهبه ولا النار لاهبه في الاعماق؟ في الاعماق لاهبه. الجار والمجرور قدام يكسب. طب الاجابه ليه؟ عشان ده اسلوب قصر، وسيلته ايه؟ التقديم والتاخير، غرضه ايه؟ التخصيص والتوكيد ها والاهتمام. امتحان 18 نفس الجمل، نفس السؤال. يا جماعه جمله فيها جار ومجرور ونفس الجمله ما فيهاش جار ومجرور، اختار ايه؟ اختار الجار والمجرور، لان الجار والمجرور ده هو التقديم والتاخير، ده هو بيخليها فيها اسلوب قصر. انت تعرف ان انا ممكن اعمل لك فكره ثانيه في امتحان، ممكن اجيب لك اسلوب القصر بس مش بالجار والمجرور. ايهما اجمل؟ بل وكسلت النفس ولا كسلت النفس؟ بل، عشان انت عارف ان بل ولكن من وسائل القصر، يبقى ده برضه قصر بل للتخصيص والتوكيد والاهتمام. انتوا فاهمين؟ يعني ممكن اي جمله فيها قصر سواء بالتقديم والتاخير او بل او انما او النفي والاستثناء تكسب. هي ده اسلوب قصر. ايهما اجمل؟ لا، ايهما اجمل ولماذا؟ انما الحياه كفاح ولا ان الحياه كفاح؟ انما، عشان قصر الانما والقصر للتخصيص والتوكيد والاهتمام. تخيل بقى ان الراجل اصلا ما غيرش الوسيله بتاعت القصر، يعني اربع امتحانات تقريبا متتاليه بيجيب وسيله الجر والمجرور، جمله واحده فيها جر ومجرور قدام والجر والمجرور ورا. اختار لي الجر والمجرور قدام يكسب، عشان ده تقديم وتاخير، يعني اسلوب قصر. عيبا ما الجمله بتتكرر اربع مرات او خمس امتحانات متتاليه ولسه الناس مش واخده بالها. انا تقريبا خلصت بلاغه الثانويه العامه، والبلاغه اللي انتوا عاملين عليها مشكله ده البلاغه، واتمنى ان انا اكون وصلت لك الافكار. سؤال الامتزاج مهم جدا 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 جدا، وعايز اجابته ثانيه اسمعها منكم. لقد تدور الابيات حول عاطفه، اكتب على طول تدور الابيات حول عاطفه قويه وصادقه ومؤثره، وهي كذا، حيث دارت افكاره حوله، واشرح ثلاث سطور على قد ما اقدر، ما تصعبش على نفسك، وقد دلت عليها الفاظه. لازم الامتزاج يطلع بثلاث حاجات. سؤال الامتزاج ده سؤال مهم جدا، سؤال الوحده الفنيه سؤال مهم جدا جدا جدا، والسؤال اللي احنا قلناه دلوقتي حالا اللي هو السؤال التقديم والتاخير، وعايز الناس حلوا لي 14 و15 بلاغه 2014 و2015 و2016 و2017 و18 و19. هتتفاجئوا ان الست امتحانات ثانويه عامه لن ولم ولا يخرج منهم سؤال احنا ما قلناهوش، او سؤال ما اتشرحش في الشويه الصغيرين او الفيديو الصغير ده. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى لكم التوفيق والنجاح.